زي ما احنا عارفين ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية وموسم الحصاد لسه مكمل معنا. الصوامع دلوقتي بتستقبل القمح وده لتخزينه في كافة المحافظات المختلفة. خلونا نعرف وصلنا لحد فين دلوقتي من توريد للقمح والإجراءات اللي بيتم التسهيل فيها على المزارعين للتوريد داخل الصوامع من خلال الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، يعني أنا سعيد بيكم جدا وتحياتي لكل مشاهدينكم الكرام، وأقدر أبشر حضرتك وأقول إن الحمد لله خير مصر وفير وخير الأرض الطيبة وفير، وحتى هذه اللحظات تجاوزنا 1,300,000 طن وده شيء مبشر جدا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يعني 1,300,000 ده من نسبة قد ايه متوقع اللي احنا يتم حصادها في الصوامع حتى الآن؟ طبعا هو المتوقع بإذن الله تعالى ان احنا قد نتجاوز توريد 4 مليون طن 5 مليون، ولكن اقدر اقول لك ان 1,300,000 طن دول احنا خدناهم في فترة قليلة جدا، يمكن زاد التوريد بعد فترة العيد نظرا لظروف الطقس والظروف الجوية، كلنا نعلم ان الفترة اللي فاتت كانت فيها بعض البرودة وعدم ارتفاع درجة الحرارة ادى الى عدم جفاف تنابل القمح، فادى الى ان الحصاد ما كانش الاسلوب بالظبط الاسلوب الامثل. طيب دكتور، يعني عاوز اعرف برضو من حضرتك مقارنه بهذا التوقيت تحديدا من العام السابق، هل في ارتفاع في فيما تم يعني حصاده او توريده حتى الان؟ لا، هو طبعا زي ما قلت لحضرتك ظروف الطقس اثرت، يعني احنا اقدر اقول لحضرتك على نفس في التوقيت من نفس العام السنه اللي فاتت احنا كنا تجاوزنا 2 مليون طن. نعم، يعني التغيرات المناخيه دي يا دكتور ياسر اثرت على مساله التوريد، لكن في حوافز اتعملت للمزارعين علشان يتم توريد القمح في الصوامع بنسب يعني اكبر. انا عايزين ممتاز، عايز اقول لحضراتكم ان كان في قرار صائب وممتاز، القرار الوزاري المشترك كان رقم 186 لسنه 21، كان بتاريخ 11/11/2021. القرار ده قال ان في الاسعار 800 810 820 لدرجات النظافه المختلفه اللي هي 22.5 23 23.5. ده ادى الى ان الفلاح عارف ان في ارتفاع في قيمه التوريد للقمح فزرع بدري، ولذلك احنا بننصح ان نقول لابد ان دايما الاسعار تكون قبل موعد متحدده سابقا. بالظبط، فده انا لما كفلاح عرفت ان القيمه وهتبقى عالية ف يعني اتجهت إلى نسبة زراعة أعلى. ده اللي أدى إلى إن المحاصيل كلها بالنسبة للقمح الأراضي الزراعية كل الفلاحين زرعوا مساحات واسعة من القمح. طيب، وكمان في خمس الريس زود سعر القمح وإدى حافز 65 جنيه. صحيح. أصبح بدل ال 22.5 ما هو 800 بقى 865. وال 23 بقى 875 وال 23.5 بقى 885. فحصل ان الفلاح بعد تشجيع للفلاح ازداد الرضا بتاعه اكتر. صحيح. طبعا هو في خمسه الريس عمل كده ليه؟ لان الاسعار بالنسبه لتوريد القمح عالميا زادت، ففي خمسه الريس قال لك لا احنا نزود نسبه الحوافز للفلاح ليزيد الرضا. فده شيء كويس. اقدر اقول لك برضو كمان ان نتيجه الرضا اللي زاد اقدر اقول لك ان في محافظات زي الشرقيه والمنيا والاهليه من اعلى نسب التوريد، محافظات في نسب التوريد اقدر اقول لك ان الشرقيه وصلت ل 300,000 طن، المنيا وصلت ل 150,000 طن توريد، الاهليه 120,000 طن، كفر الشيخ 108، دول من اعلى المحافظات. طب برضه يا دكتور كنا عايزين نسال حضرتك عن انه كان في كلام عن انه في زحام في بعض الصوامع. ممتاز جدا يا فندم، اقدر اقول لك برضه ان نتيجه احنا المتابعه ومعالي الوزير بيتابع التوريدات على مستوى
الجمهورية مع الوزير أصدر يعني توجيه رقم 8 في بتاريخ 7/5 قال إن تتم أعمال اللجان ولا تنتهي سوى حتى آخر طيارة أو بحد أقصى الساعة 12 منتصف الليل. معنى كده ان انا بدل اللجان ما كانت بتنتهي الساعه 4:30 او الساعه 5 مع تم مد العمل يعني فكره ان كان في تكدس العمل. عشان الفتره الزمنيه دلوقتي بقى يعني بالزبط. فتح المده ما بقاش في تكدس لان بالزبط. المواطن عارف لاي وقت هيروح هيلاقي يعني المنظومه موجوده ومستمره في العمل يعني. تمام. ولذلك بنوجه كل التحيه لاعضاء اللجان، بنوجه كل التحية للناس الموردين الفلاحين اللي هو بيفضل قاعد علشان يورد الخير اللي هو طلعه للبلد. نعم. ده أنا بشكره جدا، لأن أنت فعلا لو وصلت تبص تلاقي العربيات بتقعد لغاية الساعة 11 بالليل و12 بالليل، وعايز أقول لك إن أحيانا بعد الساعة 12 اللجان بتقعد مع آخر عربية، وده كل الشكر ليهم. نعم. برضو عايز أقول لسيادتك برضو وللبرنامج خبر حصري. اتفضل. أمس عملنا أول محضر غلق لصومعة شرق العوينات، وصومعة شرق العوينات امتلأت تماما بكمية 59,000 طن 996 طن، يعني بنتكلم تقريبا في 60,000 طن. 60,000 طن هي الساعة التخزينية بتاعتها، أول صومعة على مستوى جمهورية مصر العربية تمتلئ. دي من محافظات إيه يا فندم؟ افندم من محافظات ايه يا دكتور؟ الوادي الجديد. الوادي الجديد يعني من محافظه الصومعه دي من محافظه الوادي الجديد فقط؟ بالظبط كده بالظبط. فده معناه اقول لك ان الوادي الجديد طلع والانتاج بتاعه اغلق صومعه الوادي الجديد. النهارده صومعه الخارجه بتستقبل الكميات الوفيره من الفرافره وعين دله، بيخشوا صومعه الخارجه. الخير برضو بتاع شرق عوينات بنبتدي النهارده نتيجه ان الصوامع امتلأت هناك. عايزين نفهم من حضرتك يا دكتور مساله الصوامع، ايه الاختلاف فيها السنه دي؟ المنظومه فيها اختلاف وفيها تطوير عن السنين اللي قبل كده. برضو احنا في الموسم دوت ابتدينا في استخدام منظومه التحول الرقمي. والتجربه شغاله منها في تفيد في ايه؟ تفيد في ايه دكتور ياسر في الصوامع؟ تفيد في ايه بقى يا فندم؟ انا النهارده مش هقدر اتدخل تدخل بشري في الداتا اللي بتخش، بمعنى العربيه بتخش بتاخد الرقم بتاعها عن طريق كاميرات، وبعد كده هو بتبتدي ان السجل بتاعها بينزل على السيستم. النهارده بتيجي بعد كده العمليات بتاعه التحاليل بتخش المعمل المركزي في الصومعه، بيتعمل تحليل فيها درجات النظافه ودرجات الرطوبه والكلام ده كله عن طريق اعضاء اللجنه اللي موجودين، هم اللي بياخدوا العينه عن طريق القلم الاوتوماتيك. نعم. بتخش على الميزان اوتوماتيك، وبعد كده بتنزل على النقره. كل الحاجات دي كلها بتخش على الداتا بتاعتها على السيستم، مفيش اي نوع من انواع التدخل البشري. نعم. يعني ده فكره الرقمنه يا دكتور واستغلالها للاستغلال الامثل تحديدا. لكن عاوزين برضو نتكلم على فكره ازاي الصوامع دي وفرت من الهدر اللي كان موجود قبل كده في النظام القديم. هقول لحضرتك، اولا كلنا نعلم ان كانت الشحن الترابيه اللي هي يعني انا اسف على المقاطعه، بس بحسب معلوماتي ان التوفير ده ادى ان المنظومه بالكامل تقريبا تم انتاجها او تصميمها وبنائها بالعجز او الفائض اللي حصل. ما هو ده بالظبط كده المقصود. ايه؟ ان احنا كانت ال 10% او ال 15% فائض اللي كانت بتحصل نتيجه التشوين والتخزين الخاطئ. نعم. احنا كنا وصلنا لحوالي 4.5 مليار جنيه. نعم. احنا لما جينا ازددنا في عمليه انتاج وتصميم الصوامع بالتعاون مع الجهات المنحه والجهات المنتجه الاوروبيه. نعم. عملنا الصوامع دي، وفرت انت ال 10
10% و15% اللي هم قيمتهم ال 4.5 مليار جنيه. طيب يعني النهارده انا اصبح ما بقاش في عندي فائض ال 10%. طب ال 10% بقى مش كمان انا وفرت قيمتهم ال 4.5 مليار؟ لا، انا ال 10% دول ابتدوا ان هم يخلوني اقعد فتره زمنيه اطول، عندي مخزون استراتيجي من القمح. صحيح. طيب عايز اقول ان لولا ان انا عندي صوامع بهذا الكم اللي هم 77 صومعة موجودين على مستوى الجمهورية، وعندي ساعات تخزينية تفوق 3.5 مليون طن، اذا انا ما كانش هيبقى عندي احتياط استراتيجي اقدر اكون واقف على رجلي الان في ظل الظروف الحرب الروسية الاوكرانية. صحيح. اذا فوائد هذه الصوامع ليس تقليل الفائض فقط، ولكن انها بتديك ان انت يبقى عندك ساعات تخزينيه واحتياط استراتيجي تقدر في اي موقف بالنسبه لاستيراد القمح من الخارج، زائد انها بتديك القدره ان انت تزرع القمح بتاعك بمساحات كبيره ويكون عندك ساعات تخزينيه تقدر ان انت توصل بيها لفترات زمنيه اطول كاحتياط استراتيجي. صحيح، وهو ده يمكن يعني استغلال الموارد المتاحه الاستغلال الامثل، فضلا عن تعظيم الاستفاده من كل الموارد الموجوده واستدامه هذه الموارد. الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركه القابضه للصوامع، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وطبعا بنتمنى لكم كل التوفيق.